ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفرت. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديزرت لاين. سنقدم لكم في هذا الفيديو سلسلة القراءة مستشفى للعقول، والآن نترككم مع البحر الذي لا ساحل له. عزازيل الشيطان، رواية الغموض. عزازيل هي رواية للكاتب والدكتور يوسف زيدان، ونقدم لكم نبذة مختصرة عن الكاتب في التالي: الاسم الكامل هو الدكتور يوسف محمد أحمد زيدان، وظائفه روائي وكاتب، وتاريخ ميلاده 1958، وجنسيته مصرية، وولد بالضبط في سوهاج، وقد درس في جامعة إسكندرية وجامعة القاهرة. ومن أشهر ما قال: عزازيل جزء منعزل من الطبيعة البشرية. هذا الجزء هو الإنسان الذي حجبته الهياكل الدينية. يعد من أهم المترجمين للمخطوطات القديمة باللغة السريانية وبلغة أخرى. ومن أراد المزيد من المعرفة عن الروائي والكاتب يوسف زيدان فسوف نترك له الرابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف. عزازيل الشيطان، رواية الغموض. عزازيل هي رواية صدرت عن دار الشروق سنة 2008، تدور أحداثها في القرن الخامس الميلادي ما بين صعيد مصر والإسكندرية وشمال سوريا، عقب تبني الإمبراطورية الرومانية للمسيحية، وما تلا ذلك من صراع مذهبي داخلي بين آباء الكنيسة من ناحية والمؤمنين الجدد والوثنية المتراجعة من جهة ثانية. فازت الرواية بجائزة بوكر العربية سنة 2009، كما حصلت على جائزة أنوبي البريطانية لأفضل رواية مترجمة للغة الإنجليزية سنة 2012. وتعد الرواية ترجمة لمجموعة من اللفائف المكتوبة باللغة السريانية، أي اللغة الأرمية، لغة عيسى عليه السلام، وقد دفنت ضمن صندوق خشبي محكم الإغلاق في منطقة الخرائب الأثرية حول محيط قلعة القديس سمعان العمودي قرب حلب في سوريا. كتبت في القرن الخامس الميلادي وعثر عليها بحالة جيدة ونادرة، وهذا نادر ما يتم التوصل إليه، وأظن أن السبب كان في الصندوق الخشبي ونوعية البردي الذي كتبت عليه، أي الرقوق، ونوعية الحبر الذي كتبت به. ولقد تم نقلها من اللغة السريانية إلى اللغة العربية، وتعد مجموعة في 30 رقا، أي 30 صفحة يتم الكتابة عليها في ذلك الزمان، وهي عبارة عن سيرة ذاتية لراهب مسيحي مصري اسمه هيبة، والذي عاش في الفترة المضطربة من التاريخ المسيحي. وهذا ما يعد هذه الرواية من أقوى وأجمل وأخطر الروايات في العالم، لأنها تحمل أسرار الكنيسة في ذلك الوقت والزمن المضطرب. وفي أوائل القرن الخامس ميلادي قام ببداية كتابتها، وفي تلك الفترة تلت انقسامات هائلة بين الكنائس الكبرى، وذلك على خلفية الخلاف حول طبيعة المسيح، هل هو إله أم هو بشر أم هو ابن مريم. وقد كتب الراهب هيبة رقوقا، ودفعه ذلك بطلب من عزازيل أي الشيطان، حيث كان يقول له: اكتب يا هيبة، أريدك أن تكتب، اكتب كأنك تعترف، وأكمل ما كنت تحكيه كله. وأيضا يقول في ردي على استفسار هيبة: نعم يا هيبة، عزازيل الذي يأتيك منك وفيك. وتتناول كتب الراهب هيبة ما حدث له منذ خرج من أخميم في صعيد مصر قاصدا مدينة أسكندرية
لكي يتبحر في الطب واللاهوت، وهناك تعرض لإغواء امرأة اسكندرية وثنية اسمها أوكتافيا، وسوف نرى قصتها العجيبة فيما بعد إن شاء الله. وجمال قصتها هي وهيبة ومحدتها مع هيبة وأوكتافيا في حلقات قادمة. ولقد أحبته هذه السيدة، وسوف نعلم فيما بعد ماذا حدث بينها وبينه. وسوف نرى أيضا خروج هيبة من الإسكندرية بعد 3 سنوات بعد أن شهد بشاعة ما حدث إلى هيباتيا العالمة الوطنية التي كان قد أحبها وأراد أن يتعلم منها علوما عديدة. ومن ثم سوف يخرج ليذهب إلى فلسطين للبحث عن أصول الديانة، وسوف يستقر في أورشليم ما يسمى اليوم مدينة القدس. وقد التقى هناك بالقس نسطور، وهذه الشخصية مهمة أيضا، وسوف نرى فيما بعد حلقات عنها، وسوف تكون لها أهمية كثيرة في رواية عزازيل الذي أحبه. لقد أحب نسطور كثيرا وأرسله إلى دير هادئ بقرب من أنطاكيا، وفي ذلك الدير سوف يزداد الصراع النفسي داخل نفس الراهب وشكوكه حول العقيدة، ويصاحب ذلك وقوعه في الحب مع امرأة أخرى تدعى مارتا. وهنا سوف نرى القصة الحقيقية لهيبة والقصة الرائعة لهيبة مع مارتا. وهنا سوف تكون قد انتهت روايته وسوف يتقرر مصيره ليرحل من ذلك الدير، وسوف نرى السبب. وتعد الرواية امتيازا بلغتها العربية الفصيحة وتناولها فترة زمنية غير مطرقة في الأدب العربي برغم أهميتها، وتمتاز في كثير من مواضعها بلغة شعرية ذات طابع صوفي كما في مناجاة هيبة لربي وبعد ترانيمه الجميلة والرائعة. والآن سوف نترككم مع بعض تعليقات النقاد. ولقد قال الناقد والكاتب والدكتور سامي خشبة التالي على الرواية: هذه الرواية عمل مبدع وخطير، مبدع لما يحتويه من مناطق حوارية إنسانية مكتوبة بحساسية مرهفة تمتزج فيها العاطفة بالمتعة، وخطير لأنه يتضمن دراسة في نشأة وتطور الصراع المذهبي بين الطوائف المسيحية في المشرق. إن يوسف زيدان يتميز بالموهبتين، موهبة المبدع وموهبة الباحث، وكثيرا ما تتداخل موهبتان في هذا العمل. وقد قال الدكتور جابر عصفور: لو قرأنا هذه الرواية قراءة حقيقية لأدركنا سمو أهدافها ونبلى غاياتها الأخلاقية والروحية، التي هي تأكيد لقيم التسامح وتقبل الآخر واحترام حق الاختلاف ورفض مبدأ العنف. ولغة الرواية لغة شعرية تترجع فيها أصداء المناجيات الصوفية، خصوصا حين نقرأ مناجاة هيبة لربي، سوف نرى هذه المناجاة فيما بعد إن شاء الله. لقد قال المطران يوحنا غريغوريوس: يوسف زيدان هو أول روائي مسلم يكتب عن اللاهوت المسيحي بشكل روائي عميق، وهو أول مسلم يحاول أن يعطي حلولا لمشكلات كنسية كبرى. إن يوسف زيدان اقتحم حياة الأديرة ورسم بريشة راهب أحداثا كنسية حدثت بالفعل وكان لها أثر عظيم في تاريخ الكنيسة القبطية. وكما قلت لكم مشاهدي الأعزاء، إن هذه الرواية هي من أفضل الروايات في العالم وأفضل كتاب يمكن أن تقرأه في حياتك. وتابعني في حلقات القادمة لهذه الرواية، وسوف أثبت لك أنها رواية عظيمة وتستحق الاستماع. ونراكم في الحلقات القادمة إن شاء الله، وتابعونا ولا تنسوا الاشتراك، ودمتم في رعاية الله.